ثم عندهم ذكاء فطنة وحكمة في الدعوة. لا يوجد واحد من أهل السنة والجماعة قال الأخطاء عند محمد بن عبد الوهاب، صح؟ الانتقادات التي انتقدت على الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما تجد واحد من أهل السنة المعتبرين يصنع هذا، ما يستطيع. لكن في الشرح تجد يرد بعض الأشياء دون أن تشعر، مفهوم؟ يعني ما قال ما أعطي أهل البدع سلاح وأنه ألف في الانت... ما تجد عاقل من أهل السنة والجماعة يقول الانتقادات اللي انتقدت على الشيخ الإسلام تيم. ممكن بعض المتفلسفين وكذا، مجنون هذا، هذا اللي يرد على الشيخ الإسلام رفع الراية وانتهى، مفهوم؟ لكن هو في الشرح يرد بعض الأشياء، يقول هذه المسألة فيها نظر كذا. قال رحمه الله، وليت المؤلف رحمه الله تعالى أضاف إلى هذا العلم، هذا الأدب، مفهوم؟ ساروا على طريقة، إخواننا لابد نتعلم هذه الأشياء. ممكن هذه الأشياء أنت ما تجدها في كتاب، لكن تجدها في سير العلماء كيف ساروا في الطلب، في التحصيل، في الأدب. نعم، أخلاق، لازم تعترف لهؤلاء، تعترف لهم بالفضل حتى الله سبحانه وتعالى يبارك لك في العلم. هذا الكتاب، كتاب التوحيد، طبعا بعض الناس بدأ يتكلم والوهابية وكذا، خلاصة الكلام، خلاصة العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة من يقال عنهم وهابية، يعني من الآخر سبب العداوة التوحيد بس، وانتهى الموضوع لا غير. لأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعلماء الدعوة أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق، وأبى هؤلاء إلا تعليق الخلق بالخلق. أما الكلام اللي يقال عنهم، يقال أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله كذبوا. يقول أن الصلاة الإبراهيمية ركن في الصلاة، ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو اسمه محمد أصلا، وسمى بعض أحفاده بأسماء الحسن والحسين وآل البيت، وكان يترضى عنهم وكذا سبحان يا أخي، عجب، الله عجب. وخذ من الخزعبلات والكذب والقصص تلفيق، وهذه كتب يا أخواننا موجودة عندكم، كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، خذوا 10 سنين أدرسوا اقرأوا فيها، لو وجدتم كلمة واحدة لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو فيها مخالف لما كان عليه السلف، لكم ما تريدون، ما قال كلمة واحدة لم يسبق إليها أو ليس عليها دليل، سبحان الله. وهو بشر، نحن ما ندعي له العصمة، يخطئ، نعم يخطئ، وش الإشكال؟ والمعصوم من عصم الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. المهم أخواننا، هذا الكتاب وضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، كثرة الشروحات، عناية العلماء به وكذا. من أنفع الشروحات شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، القول المفيد. إحنا طبعاً اتفقنا أن الطالب يمشي على وتيرة واحدة، على طريقة واحدة، بدأت بن عثيمين لا تترك حتى تنتهي من كل شروحات بن عثيمين رحمه الله، لأنه يعرف لك هنا التعريف وهنا نفس التعريف ونفس التقسيم، وتمشي على هذه الطريقة وتخرج بن عثيمين رقم 2، نعمة ولا لا؟ هي والله أحسن ما تخرج ولا شيء، لا هنا ولا في العير ولا في النفير، فامشي على طريقة واحدة وارتاح. وخطأ خلل يا إخواننا أنك في كتاب التوحيد يعني تقرأ مثلا باب ما جاء في المصورين، شرح من صالح على الشيخ حفظه الله، وشرح بن عثيمين رحمه الله، وشرح الشيخ الفوزان حفظه، ما تختلط عليك المسائل، لا، خذ الشرح كامل اضبط واختبر فيه، ممكن تأخذ الشرح ثاني. والصحيح لا، امشي بن عثيمين في كل العلوم وانتهى الموضوع، تخرج بن عثيمين رقم 2. بعضكم يقول طيب يعني تريد أن نكون مقلدين لابن عثيمين؟ لا يا أخواننا، طيب ابن عثيمين هو طالب من طلاب من؟ ابن سعدي، صح؟
ورفع الله بن عثيمين رحمه الله تعالى عندما مات ابن سعدي، وعلم وفقه وتفسير وكذا ما شاء الله. طيب الشروحات، هذا الشرح نريد نضبط هذا الشرح، القول المفيد على كتاب التوحيد. أي كتاب تقتنيه أقل شيء تنظر في الكتاب، قلنا المقدمة والفهرس. كتاب التوحيد ليس له مقدمة، لماذا؟ لأن هذا بخاري، هذا الزمن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سار على طريقة البخاري، بل كتاب التوحيد هو قطعة من صحيح البخاري وانتهى الموضوع. كتاب التوحيد هو قطعة من صحيح البخاري، محمد بن عبد الوهاب هو بخاري هذا الزمن. والله أخوان انظر إلى التبويب، الدقة في التبويب وكذا، الذي يدرس البخاري ويدرس محمد بن عبد الوهاب يقول هذا بخاري هذا الزمن. لكن المشكلة أننا يعني مع هذا الغزو والإعلام والرسائل اللي تأتيك أصبحنا لا نفتخر بهؤلاء قدوات، إمام البخاري رحمه الله، الأئمة الأعلام. والمشكلة أن لا نقرأ في سير هؤلاء. صح، اليوم تعرف سيرة من؟ المفحط، وسيرة ايش اسمه ذاك قلت أمس، المشاهير، يعرف المشاهير ويعرف المفحطين ويعرف كذا. لكن تسأله ما هي كنية أبو داود، يقول والله ما أدري. أبو داود يقول ما أعرف كنية أبو داود، عجيب والله. المهم ما يعرف شيء عن السلف. إخواننا لابد نقرأ في تراجم السلف، كيف كان هؤلاء في حفظهم في ضبطهم في كذا. الله المستعان. هذا الكتاب ليس له مقدمة مثل صحيح البخاري. البخاري رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتاب الصحيح، لماذا؟ قال أراد أن يعلق الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب متخصص في إيش؟ في الحديث. وهذا أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة لأنه كتاب متخصص في التوحيد، وهذا هو التوحيد، ما ذكر مقدمة. وبعضهم يقول كتاب التوحيد هذا أكبر مقدمة، لا داعي أن يقول لك ما في داخل هذا الكتاب، واضح، أوضح من الشمس في رابعة النهار، مفهوم؟ أو الأبواب الأولى هي كالمقدمة. وبعضهم يقول أنه سقطت من بعض النسخ، في بعض النسخ موجودة البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الخاتمة سبحان الله، وختم عندي أنا أن محمد بن عبد الوهاب ختم كما ختم البخاري رحمه الله. البخاري إخواننا ختم بأي كتاب؟ من يعرف آخر كتاب في كتاب صحيح البخاري؟ كتاب إيش؟ أرفع صوتك. آخر كتاب في صحيح البخاري، آخر كتاب في الكتب، أوقف أخوانا، أنا ما سألت عن الحديث بعد، أسأل عن الكتب. آخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد، آخر كتاب في الكتب هو كتاب التوحيد. هل معنى هذا أن البخاري يرى أن التوحيد آخر شيء؟ لا، هو بدأ بماذا؟ ببدء الوحي بالإيمان، وختم بالتوحيد تفاؤلاً أن الله يختم له بالتوحيد وبلا إله إلا الله، عسى الله يختم سبحان فقه تمام. وختم بأي حديث؟ هذا ترى الكلام كله للتشويق لدراسة كتاب التوحيد، ما دخلنا إلى الآن، لأن الشيخ صالح على الشيخ ألف كتاب سماه شرح كتاب، ليس شرح في كتاب التوحيد. ماذا للشيخ صالح على الشيخ؟ شو اسم الكتاب؟ لا، قول المفيد بن عثيمين، صالح على الشيخ التمهيد. يعني التمهيد هو ما شرح إلى الآن، صالح على الشيخ إلى الآن لم يشرح كتاب التوحيد، هو مهد للشرح بس، مهد، مفهوم؟ تمام. ختم البخاري بأي حديث؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. بخاري أراد أن الله سبحانه وتعالى
يثقل له الموازين كما ثقلت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ختم الكتاب وأراد أن يحمد الله فقال سبحان الله بحمده، أراد أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الكتاب شأن عند الناس لأن الله هو العظيم، قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. محمد بن عبد الوهاب ختم رحمه الله بباب وما قدر الله حق قدره، وذكر ثقل السماوات والعرش والكرسي. هذا الكتاب كتاب التوحيد، ممكن نقسم هذا الكتاب إلى 10 أقسام حتى نضبط الكتاب. يعني الآن الأخ هذا جاء من أندونيسيا يبغى يشتري عمارة، وهذا صاحب مكتب العقار، قال العمارة عندي هنا 4 طوابق، في كل طابق شقتين، في كل شقة 4 غرف. عرف العمارة كم شقة الآن العمارة؟ 8 شقق، كل شقة 4 غرف، صحيح؟ تمام. مثلا فالكتاب لازم أنت تضبطه. فهذا الكتاب فيها 67 باب إذا حسبنا الباب الأول، تمام؟ والباب الأول نريد نسميه وجوب التوحيد، والأقسام أو الفهرس 10 أقسام، مقدمة اللي هي فيها 5 أبواب، مقدمة 5 أبواب، ثم تفسير التوحيد، ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، وسبب كفر بني آدم هذا 4، والخامس دحض حجة أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة، الأعمال الشيطانية، السحر والكهانة والتطيب، وأعمال القلوب، والأسماء والصفات والمناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وخاتمة الكتاب. هذه أقسام 10، أقسام 10 في الكتاب، حتى تصور الكتاب إخواننا، لأن تصور الكتاب هذا نصف الشرح أحيانا. نعم، تتصور الكتاب دليل ضبط، ضابط الكتاب، مفهوم؟ فما يأتيك واحد يقول لك كذا وكذا تقول لا، الكتاب في كذا في كذا في كذا، أسرد لك الأبواب سرد، وأذكر لك الأقسام، وأذكر لك التعريفات، وأذكر لك الشروحات، وأذكر لك المسائل. المسائل التي ذكرها في عندنا بعد كل باب فيه مسائل، هذه المسائل ليست من كتاب التوحيد. من ألف المسائل؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كالشرح لكتاب التوحيد. أحسن من يشرح كتاب التوحيد بن عثيمين رحمه الله؟ لا، محمد بن عبد الوهاب. ولهذا بعض الشراح يرى أن المسائل مهمة تحفظ مع كتاب التوحيد، لأن المسائل إيش؟ تجلى فيها فقه الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فاحفظ الكتاب مع المسائل حتى تضبط أفضل شرح للكتاب، مفهوم؟ فيه مسائل، لأن من يعرف المقصود من هذا الكتاب؟ المؤلف رحمه الله. فأخواننا ابن باز رحمه الله في آخر درس في كتاب التوحيد شرح كتاب التوحيد كاملا، الشيخ في آخر درس الطلاب قالوا للشيخ بعد أن ختم كتاب التوحيد، قالوا يا شيخ ماذا سندرس بعد كتاب التوحيد؟ قال كتاب التوحيد. قالوا يا شيخ، يا شيخ الآن ختمنا كتاب التوحيد، انتبه. قال نعم، هذا الكتاب يحتاج أن يكرر 10 المرات يضبط. وأنا قلت لكم أنت لا تظن بن عثيمين رحمه الله تعالى يعني ذاك المكتب الكبير عنده، لا، عنده رف يعتبر كامل مثلا أو دولاب كامل، لكن كل ما في الدولاب هنا ضابط كتاب التوحيد، صح، وضابط الواسطية، وضابط مثلا بلوغ المرام، وضابط زاد المستقنع، تمام؟ أي نعم. والله بعض العلماء عندنا في هذا العصر يقول والله ما تجرعنا ولا استطعنا أن نفهم زاد المستقنع إلا بعد أن خرج إيش شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، الشرح الممتع. قال وقتها أصبح الكتاب سهل. وفي واحد من الأخوة عندنا يقول والله تعبت أني أفهم
الحموية التدمرية ما استطعت، حتى يقول سخر الله بن عثيمين رحمه الله وقرب لنا الحموية والتدمرية. والله هذه من نعم الله يا إخوانا، إن العلم الآن عندكم مقرب مذلل مهيئ سهل، ما بقي إلا نسلك، إلا نطلب، نجتهد، نتعاون يا إخواننا، نحفظ. لا تخترع طريقة لطلب العلم، ولا تحيد عن طريق الكتب والعلماء والعلم وهذه المسائل. طيب إن شاء الله بعد صلاة العشاء نكمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وياكم.